اللي يبغى يشتري رقم روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جيتكم مقطع ردة فعل جديدة. اليوم المقطع راح يكون ما هو أهداف عادية، سوينا بنشات، سوينا أفضل أهداف، كنت ناوي أسوي سيفات، أفضل سيفات في اللعبة، لكن قلت ليش ما أسوي مقطع وردة فعلي على أفضل الأهداف في البطولات العالمية، بطولة RLCS سنة 2020-2021. راح أشوف معكم المقطع. قبل ما يبدأ المقطع لا تنسون زر اللايك، واشتركوا في القناة كنتم مشتركين، وإذا تبون ردات فعل أكثر تولي تحت في الكومنتات، والقناة الثانية هي ردات فعل أكثر وأكثر، لكن هالقناة راح تكون فيها لقطات ردة فعل قليلة، وراح تكون روكت ليج بس حاليا. موقع روكت ليج اكسشينج تحت في الوصف، كود بي اس ال يخصم لكم 3% اذا تبغى ايتمات من اللعبه، ترى ارخص من روكت ليج نفسها. كود بي اس ال لايتم شوب. خلونا نبدا في المقطع. بسم الله. اوكي، فيرست كيلر من فيز. يا ساتر، شوفوا كيف نقلها الخويه، راح هذا البوس وكملها من فوق. ما حد توقعها، والله مستحيل احد توقعها. كان سريع سريع جد مره. اوكي، من الكيك اوف. يا ساتر، والله رهيبه اللقطه، اقسم بالله رهيبه. طلعت حماس 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 بشكل مو طبيعي. هذا هدف حلو ولخم ام الحارس فيه. نايس نايس نايس، شوف كيف بنشها وكمل. والله وش فيها دربل أليم، والله البطولات حماس جد جد جد. فإذا تبون يوم الأيام كذا نسوي بثوث عن البطولات وزي كذا، تبون في تويتش بعد. ريلايز، شكرا على اللقطة الجميلة، والله والله جامدة. أوكي، ريدايركت. يووو، جابوا باقي 6 ثواني بالضبط يوم جاء الهدف، وكانت النتيجة 3-3، جاب 4-3. أوكي، دام يا دبل، ما توقعت انها بتيجي دبل زي الناس، بس صارت جامده يعني، خش عليه 2، والله شيء جامد. اوكي، سيف. يا ساتر يا سيف، يطلعها هذا احمد اللي قبل شوي. لو والله احمد، نايس يا احمد نايس. اوكي، نفس احمد بيجيب هدف، بيجيب هدف ريدايركت. اوه، شوف الثواني صفر، والله اني شايف ذا اللقطه، شايفها بس ما نسيت ان اللقطه يعني في اخر ثانيه، ثانيه اللي بتطيح فيها الكوره. يا ساتر، يووو يسيف، يا مجنون، شوف كيف طلعها، والله ما ادري كيف طلعها جد والله. اوكي، كيك اوف، بعد راح حلوه. شوفوا في اول 5 ثواني من الجيم، والله شيء جميل انك تجيب هدف على طول زي كذا الراحة. لا، بيجيب هدفين ورا بعض. جمب ريسيت. يوه ساتر، هدفين في 11 ثانية بطولة. يا ساتر، اوكي اوكي نايس، مع السيلينج نايس. شوف البنش. يوه ساتر، كنترول عنده مو طبيعي، شوف كيف تحكم سيارته، عطاه وايف داش على ورا، والله العظيم شيء جامد جد. يا ساتر، اوكي ريدايركت. ووب، نايس نايس. اوكي، جمب ريسيت. يا ساتر الزاوية، والله الزاوية جد جامدة. اوكي، هذا يبغى يصدمه. يا ساتر، نط من فوقه وصدها، مجنون مجنون. اوكي، فيك جمب ريسيت. يا مجنون، فيك جمب ريسيت اللي ضد انجر، ما يدري وين بيروح. اوكي، هذا من فيز وعطى دبل، نايس والله نايس. ودي اشوف لحظات الاهداف هذه، نايس، قلص الفارق. شوفوا الحين هذا اوفر تايم، شوفوا كيف. يو ساتر يا مجنون، والله دايم يا سيف، كان 4 دقائق اوفر تايم تقريبا. عطى جمب ريسيت. لا والله جربه، والله جربه. سكويشي، نايس نايس. اوكي جيستن، خش ايش تسوي. ووب، والله ديم، توقعت المزعه هذه، توقعت، بس حطها حط، والله حط حط، صرتها 140. يا ساتر،
اشوف احمد. يا احمد يا مجنون، هذا الفريق يعتبر جديد يعني في البطولات، وشوفوا كيف ادائهم كسر الدنيا ما شاء الله تبارك الله، والله بتوفيق لهم احمد وغيره. اوكي شوف الجمبر ست، يا ساتر والله جمبر ست قوي، والله جمبر ست قوي. شوف الجمبر ست وين وداه، ووب وداه زاويه العارضه خلاص. اوكي تلفيك يا ساتر، والله فيك له يا ساتر. اوكي اتوقع انه بيسوي جمبر ست، لا والله دبل، والله دبل بغى يجيبها، والله بغى يجيبها كان قريب. اوكي خويه هناك، نايس تيم وارك والله نايس. شوف كيف خويه فجر، فجر الخصم خلاص بلمسه هو. اوكي دبل نو يا ساتر، الطقه شو طقه على فوق. اوكي بلوك وهوب جمبر ست، نوش طعم الجمبر ست يا عيال، شوف الجمبر ست على تحت ما ادري شلون ولحق عليها قبل ما تطق في ال... ما ادري شلون، والله ما ادري شلون، هذا متوقعها بالضبط وين تجي. نايس والله نايس جمبر ست، شوف الجمبر ست كيف مخلي السياره على تحت بالضبط على الجمبر ست ضبطها. نايس يا احمد نايس. كي سكويشي جمبر ست، مجنون والله، والله مجنون جمبر ست، نايس 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 توقعت طعم الفيك. يوه فيكين يا حال فيكين، ما ادري ايش اقول والله بس نايس، اقسم بالله نايس. اوكي 3-0 شوف الجمبر ست وشوف الطقه، والله مجنونه، انا بكفر كلمه مجنونه ويا ساتر نجد منبهر يعني في بطوله تسوي كذا، والله شيء مجنون جد. يا ساتر سيف، يا كيف طلعها والله كيف. اوكي تيم وورك على الورا، يا ساتر نويس جاستن نويس، عطى الطقه الاخيره فيفر ووب جبر ست، يا الله بغى يجيبها والله الحارس بغى يجيبها، بس الثاني كان يتفرج ما ادري وين رايح، رايح البوست او شيء زي كذا، عطى جمبر ست ووو نايس نايس نايس. الجمبر ست هذا من اصعب الجمبر ستات لانك لازم تتحكم بالكوره بعده، يعني طقه تخرب ام وزنيه السياره. اوكي والله عطى خويه، يعني ما يبغى يسجل هدف، لا هذا خويه اسست، وينك يا خوي. اوكي والله دربل اليم جو ساتر، اول الجيم جابها وات سيف، انا سكت اقسم بالله بقوه السيف اللي قبل شوي كان هدف مضمون، وشوف هذا هدف مضمون يا الله. لا لا يا جاستن يا مجنون. اوكي فيك، لا والله ما فيك، والله ما فيك. اوكي بيفيك هذا، لا والله بيكمل. نايس 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 نايس، والله متابعه جميله جدا جدا جدا. يلا يا جمبر ست، لا والله اعطاها دبل، شوفوا كيف على طول طار الكوره، ما عنده تفاهم ما عنده صبر، على طول طار الكوره. هنا جمبر ست اليم، ووب خصم اللخم، الحارس اللخم ما الومه. اوكي لا لا بيصدمه، اوه صدها والله بس دخلت، ما كان يقدر يصدها الصده اللي يبغاها بسبب انه كان بيصدمه. يا ساتر الريدايركت اللي بدون ما تسقف العارضه، لا 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 سيف العرض ثاني يا ساتر، تحت وجنب وكل شيء. وات بريوس والله جابها، والله شوف مع السيلينج مع السيلينج مع السيلينج، ما شاف فيها دربل يا ساتر، والله نايس تيم وورك والله. لا 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 والله جرب الكل، ما حد توقع ما حد توقعها. اوكي يكملها يكمل خويه، لا والله خويه اتوقع انه هو صدم ضده، يب صدمه، لا لا ما صدمه كان بيصدمه بس طار هذا. اوكي والله جربه، نايس تيم وورك، كان في شخص ثاني بيصده صح؟ يب كان في شخص، كيف دبل كل دبل كل دبل تاتش، نايس والله دبل كل صدقي يكملها، ووب عطى دبل ثاني، وش في الزاوية يا عيال يا مجنون، كان اوفر تايم يا ساتر، هم الفايزين خلاص. بس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم، اذا عجبكم هذا التغيير لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه، كنتم مشتركين خلونا نوصل 800 الف اقرب وقت.
يعطيكم العافية، وإن شاء الله استمتعتوا، ونراكم على خير في أمان الله. سلام.